هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 آذار من كل عام. وكتب جلالته تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: في يوم المرأة العالمي أحيي النشميات في كل موقع يخدمنا فيه الأردن، حيث ما حققناه من إنجازات يؤكد أن واجبنا الاستمرار بدعمهن وتمكينهن، وكل عام ونساء الوطن بخير. كما هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله المرأة الأردنية في هذا اليوم، وقالت عبر حسابها على إنستغرام: كل عام ونساء بلدي بخير، وفي وجوههن الخير، ومن أيديهن الخير كله. ومن جهته قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بهذه المناسبة: إن الأردن سيواصل العمل لحماية وتعزيز حقوق المرأة الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضدها. وبهذه المناسبة العالمية يتقدم مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بأطيب التهاني والتبريك للأخوات الأردنيات اللواتي يحملن قصص الإنجاز والعطاء والإبداع. بهذا اليوم، يوم المرأة العالمي، بوجه التحية والتهنئة لكل امرأة في الوطن، في هذا الوطن وفي العالم أيضا. أنا فخورة جدا بكل نساء الأردن، النساء اللي عنوانها وعطائها المرأة الأردنية اللي هي الوطن، المرأة الأردنية اللي احنا فخورين فيها بكل موقع تتبوأه، في كل موقع بتكون فيه. أثبتت حضورها بكل محافل الدنيا، أثبتت حضورها في كل موقع أخذته، إن كان في بيتها، إن كان في شغلها، في عملها، وتنوعت حتى المهام اللي قادتها المرأة، إن كان كمديرة، إن كانت كرئيسة، إن كانت كوزيرة، إن كان في مجلس النواب. ففخورة فيهم، في نسائنا في هذا الوطن، ونحن هون في الأردن يعني نساءنا محظوظات، بحيث أنه كل المجالات وبكل المحافل نحن دائما في دعم للمرأة بمكانها بحضورها. جلالة الملك دائما يثني ويركز على حضور ودور المرأة في المجتمع. جلالة الملكة رانيا العبدالله من خلال مشاريع اللي تدعو إلى تمكين المرأة دائما وتعليمها والتركيز عليها، الحكومة الرشيدة من خلال رئيس الوزراء اللي دائما ينادي ودائما يدعم ودائما أيضا يدافع عن حقوق المرأة، إن كان حقوقها في العمل، حقوقها الاقتصادية، حقوقها حتى الحقوق الاجتماعية في وطننا. نحن لا ننكر أن المرأة في هناك حقوق مهضومة لها، ونسعى دائما للتركيز عليها على أساس أنها تنالها. فهذه المواضيع نتركها لأصحاب الشأن، أنه لابد من التركيز عليها وأيضا إعطاء المرأة كافة حقوقها كاملة. فبهذا اليوم نتمنى للمرأة كل الخير، نتمنى للمرأة الاستمرار في العطاء في محبتها من خلال مراكزها، من خلال القيادات التي تقودها، من خلال عملها. أتمنى لكل امرأة الخير ودوام الصحة والتقدم والعافية، وكل عام ونساء الوطن والعالم بألف خير.